تبدأ قصتنا أمام البيش الأبيض مع اثنان من الحرس كانا يتحدثان. بدأت تدمرت الأرض وخرج منها شخصان واسمهم التوأم مولر، وهم عبارة عن شخص حقيقي والآخر نسخة قام بصنعها من نفسه. كان هدفهم هو قتل الرئيس وقاموا بتدمير مدافع البيش الأبيض، لكن بعدها يظهر الأبطال. ريدراش قام بإخلاء المكان من الناس، بينما بقية الأبطال يواجهون التوأم مولر الذين يدمرون أي شيء يقف في وجههم. دارك وينك قام بإنقاذ أحد الفتيات وبعدها علق تحت الدبابة، ولكن في آخر دقيقة يظهر البطل الخارق أومني مان والذي هو أقوى رجل في العالم. أكمل إخلاء بقية الناس وبعدها ساعد الأبطال في هزيمة الأشرار والقبض عليهم. عاد أومني مان لبيته عند زوجته ديبي وابنه مارك الذي بلغ 16 سنة، لكن قدراته الخارقة لم تظهر بعد، وهذا ما كان يحسسه بالنقص. خرج بعدها من البيت وبدأ يقفز في محاولة لإظهار قوته، لكن ذلك لم ينفع. أكمل طريقه للمدرسة ورأى هنالك شخصا ضخم يعاكس إحدى الفتيات التي تدعى إمبر. ذهب مارك لكي يساعدها، لكن ذلك الشخص قام بلكمه، لكن إمبر تدخلت وأعطت ذلك الشخص ضربة من تحت الحزام. بعد المدرسة ذهب مارك لعمله، وعندما كان يخرج النفايات أراد أن يرمي الكيس لكنه قذفه بعيدا، وأخيرا ظهرت قوته. ذهب ليخبر عائلته. قال له أومني مان أنه سيدربه ابتداء من الغد وسيريه كيفية استخدام قوته. تذكر مارك عندما كان صغيرا وقد أخبره أومني مان أنه أتى من كوكب يدعى فيلتروم، وهو كوكب متطور جدا وكل الناس فيه لديهم القدرة على الطيران ولديهم قدرات خارقة، وهم شعب محب للخير وأنهم يذهبون للكواكب الأخرى لمساعدتهم. وقد جاء أومني مان لكوكب الأرض لكي يساعدهم. استيقظ مارك في الليل وبدأ يدرب نفسه على الطيران، لكنه صعد للفضاء ولم يستطع التنفس، وبعدها سقط أمام بيته. استيقظ مارك في الصباح وبدأ أومني مان في تدريبه. أول شيء علمه هو الطيران وكيفية الهبوط. كان مارك فاشلا في ذلك كثيرا، بعدها علمه كيفية الضرب وأن يقوم باستخدام جسمه بالكامل وليس قبضة يده فقط. أخبره أنه يستطيع أن يصعد للفضاء لأنه لا يحتاج أن يتنفس هناك. قرر مارك أن يشق طريقه بنفسه وأن يتجه لمحاربة الأشرار. نزل بعدها وواجه شخصا صخريا. اتجه مارك ناحيته وبدأ يتواجه معه حتى استطاع تحطيمه وهزيمته، لكنه بسبب ذلك دمر المدينة. تدخل بعدها أومني مان وأخبره أنه يجب أن يواجه الأشرار بأقل ضرر ممكن. أخذه عند الخياط الخاص به لكي يعمل له بدلة جديدة، لكنه في البداية يجب أن يختار اسما وعلى أساسه سوف يصنع البدلة. بقي مارك يبحث عن الاسم، وأثناء تدريبه مع والده أتته فكرة لاسم ما وهو إنفنسيبل التي تعني المنيع. قام الخياط بصنع البدلة له، وذهب مارك لمحاربة الأشرار الذين كانوا مجرد أشخاص ضعفاء بسبب وجود حراس المجرة، لأن أومني مان والبقية هم من استطاعوا هزيمة الأشرار الأقوياء. أتى بعد ذلك إنذار لجميع حراس المجرة بأنهم يجب عليهم أن يجتمعوا في المقر. وصلوا للمقر وسألوا بعضهم من الشخص الذي شغل الإنذار، لكن لا أحد يعرف. فجأة ريدراش ذهب في اتجاه إمورتل وقام بدفعه لأن أومني مان كان سيقتله. سألوه ما به ولماذا كان يهاجمهم، لكن بدون أن يجيبهم تبدأ بينهم معركة. التف حوله ريدراش بسرعته وكان يضربه بقبضته، لكن أومني مان استطاع إمساكه وبدأ بسحق رأسه. حاول ريدراش أن يفلت منه، لكن أومني مان قام بتفجير رأسه. صدم بعدها الأبطال وبدأوا يهاجمون أومني مان بكل قوتهم. قام أومني مان بإمساك دارك وينج وسحقه مع الأرض حتى مات. قام باختراق دماغ أحد الأبطال. لم يفهم حراس المجرة ماذا يحصل ولماذا قاموا بفعل ذلك، وهل هنالك شخص يتحكم به، لكن لا يوجد حل ويجب أن يهزموه. قامش بعدها وور وومن بمهاجمته، لكنه قام بأخذ سلاحها وضرب بها رأس السمكة ودمر دماغه. بعدها اخترق بطن إمورتل وقام بتحطيم رقبة وور وومن، والوحيد الذي ظل في النهاية هو إمورتل الذي سأله عن السبب، لكنه قام بقطع رأسه وسقط بعدها من شدة التعب. وصل بعدها سيسل رئيس جمعية الأبطال ومعه فرقته. حاول إنقاذ أي شخص لكنه وجدهم أموات ما عدا أومني مان، وقاموا بأخذه للمستشفى. بلغوا عائلته الذين أتوا للمستشفى لزيارته. سأل مارك سيسل عن الشخص الذي عمل ذلك، لكنه أخبره أنهم لا يزالون يبحثون في الأمر. بعدها يحصل هجوم من جيش فضائي على كوكب الأرض، وفي غياب حراس المجرة مات الكثير من الناس في المدينة. وصل بعد ذلك مارك وكان قائدهم سيقشر امرأة عجوز، لكن مارك
تدخل وانقذ تلك المرأة. بعدها امرت القوات بمهاجمة مارك، لكن ظهرت تين تيم وهم مجموعة مكونة من 4 أبطال. بدأوا في قتال الفضائيين لكنهم حصروا وكانوا سيموتون. فجأة بدأ الفضائيون يشيخون ويموتون وبدأوا في الرجوع للبوابة وعادوا بعدها لكوكبهم. صدم مارك لأن هذه أول مرة يرى فيها كمية الدماء والموت. عاد مارك للمدرسة، التقى بأحد الفتيات وعرفها على نفسه، شكرها لأنها ساعدته بالأمس وعرفت بأنه إنفنسيبل. كانت الفتاة تدعى بإيف وهي عضوة في فريق التين تيم. تحدثا مع بعض وعرفت بأن قوته قد ظهرت مؤخرا. كانت تريد أخذه للفريق لكي يتعرفوا عليه، وعرضت عليه أن ينضم لهم، لكن مارك رفض الأمر. أخبرها أنهم إذا احتاجوا مساعدة فبإمكانهم الاتصال به. جاء سيستن عند قائد التين تيم والذي هو روبوت، شكره لأنهم أنقذوا المدينة بالأمس، ولكن هذا لا يعتبر انتصار لأنه بالأمس مات أكثر من 330 شخصا، ويجب عليهم في المرة القادمة أن يستطيعوا هزيمة بسرعة. استطاع روبوت أن يعرف بأن الفضائيين قد هربوا لأن الزمن يمر بسرعة على كوكب الأرض، وهذا ما جعلهم يشيخون ويموتون. أتى بعد ذلك اتصال لإيف وأخذت معها مارك لأن الفضائيين قد عادوا مجددا ومعهم أسلحة أقوى، وأيضا أصبحوا لا يشيخون. اجتمعوا حول التين تيم وبدأوا في هزيمتهم. أمسك قائدهم إيف ووجه لها مسدسة. تعصب مارك وقام بدفعه، خلع له درعه وعرفوا بأنهم يرتدون أساور تمنعهم من التقدم في العمر. بدأ التين تيم في تدمير الأساور وهذا ما جعل الفضائيين يهربون مرة أخرى. كان سيسل والفريق يحققون في موت أبطال المجرة، لكن فجأة سيسل قام بطرد كل الموجودين خارج المقر، وظهر بالقرب منه شيطان اسمه ديميان دارك بلود. كان يحقق في جرائم القتل لأنه كلما حل قضايا أكثر فترة حبسه في الجحيم ستقل. أخبره سيسل بأن يعمل ما يريد، وعندما يصل الانشجاع يجب أن يبلغه. استيقظ بعدها أومنيمان وأخذ عائلته وخرج من المستشفى، وقبل أن يذهب أخذ بنتته بالرغم من كل ما حصل لها. أتى سيسل عند أومنيمان وأخبره أن أحد الفضائيين قد عاد من جديد وهو في طريقه لكوكب الأرض، وأنه قد واجهه قبل 3 سنوات ويجب أن يحاربه مرة أخرى. زوجة أومنيمان رفضت الأمر وأخبرته أنه قد خرج ليتشو من المستشفى. تطوع مارك لكي يذهب بدلا عنه، وعندما وصل وجد بأن هناك مخلوقا فضائي يقوم بمهاجمته وأخبره بأنه أصبح أضعف من المرة السابقة. قال له مارك بأنه ليس الشخص الذي يتحدث عنه وأنه قد تشابه له. سأله هل بإمكانهم التحدث. قام الفضائي بجلب الصخرتين وقال له تفضل بالجلوس. ونعرف بعدها أنه ضابط يشتغل مع تحالف الكواكب ويعمل دورة مراقبة على الكواكب المشتركة في التحالف لكي يعرف إذا كانت جيدة أو لا. ويبدو أنه أتى لكوكب الأرض بالخطأ وكان يقصد كوكبا ثانيا. اعتذر لمارك ورحل. بعدها ذلك الشخص الذي قام بضرب مارك عاد مجددا وأعطاه رقم إمبر لأنها عرفت عليه شيئا ما، وأعطته رقمها لكي يوصله لمارك. عادت الوحوش مرة أخرى لكوكب الأرض ومعهم أسلحة أقوى من المرة السابقة. ذهبت تين تيم مرة أخرى، لكن هذه المرة تم ضربهم بشدة. أمسك القائد مارك وبدأ يضربه، لكن ظهر أومنيمان وأمسك القائد وادخله في البوابة ومعه كل الجيش، وفي عالمهم بدأ بقتلهم ودمر أكثر من نصف كوكبهم. قاموا بفتح البوابة له لكي يعود لكوكب الأرض. عاد بعدها أومنيما لكوكب الأرض بعد أن قام بتخريب كوكبهم. ونشاهد ديميان دارك بلود وهو يخبر سيسل أنه لم يكن أي شخص هنا ما عدا الأبطال وأومنيمان، وبالتأكيد أن القاتل هو واحد منهم. أخبره سيسل بأن لا يقول هذا الكلام لأي شخص ما، وإلا فسوف يعيده للجحيم. أخبر مساعده بأن يقوم بمراقبة أومنيمان. عملت جنازة عسكرية لكل الأبطال وحضر ديميان بعدها. أخبر أومنيمان بأنه قد قتل الأبطال وأنه قريبا سيجد دليلا يثبت كل شيء. أخبر سيسل الروبوت أنهم قاموا بعمل جيد أمام الفضائيين، لذلك سيجعله يجمع فريق أبطال المجرة الجديد وسيكون هو القائد. اتصل بعدها مارك بإمبر وعرض عليها أن تدرس معه في البيت. وافقت إمبر وقام روبوت بتجميع الأبطال ومنهم فرقة التين تيم، وقام بعمل بعض الاختبارات لهم ومعهم 3 أبطال جدد: شرينكين غراي، بلاك سامسون، ومونستر جيرل. إيف أخبرت روبوت بأنها لا تريد أن تكون معهم في نفس الفريق وانسحبت لكي تشتغل لوحدها. بدأ قام الروبوت بإعطاء الفريق قوانين جديدة ومنها التدريب 3 مرات في اليوم، لكن لا أحد استمع لكلامه خاصة مونستر جيرل التي أخبرته بأن جسمها يصغر كلما تحولت، ومن المفترض أنها في سن 25 وكان اسمها في السابق مونستر وومن، لكن الآن أصبح اسمها مونستر جيرل وأنها تتحول في وقت الضرورة فقط. وصلت إمبر لبيت
مارك وبدأ في التعارف. أخبرته بأنها ترغب في الذهاب للحمام. وجد مارك بعدها أن سيسل يقف أمامه. أخبره بأن هنالك شريرا قد ذهبت إيف لمواجهته ويجب أن يذهب لمساعدتها ويختفى بعد ذلك. أخبر مارك إمبر بأنه سيذهب لشراء شيء ما وأن تنتظره حتى يعود. ذهب مارك مع إيف لولاية داكوتا وكان هنالك عالم مجنون اخترع سوارا يسبب الزلازل وكان يهدد بتدمير الآثار. وصلوا لهناك وحاولوا إخلاء المكان لمواجهة العالم الذي قام بشق الأرض وفتح فيها حفرة. وقبل أن يقبضوا عليه رمى نفسه في الحمام ومات. عاد مارك عند إمبر وقضى معها بقية اليوم. بعد أن نعرف أن أومنيمان قد هزم أحد الوحوش اتصل المساعد بسيسل وأخبره أن هذه أول مرة يرى فيها أومنيمان يعاني بهذه الطريقة أمام وحش. أخبره سيسل بأن يجمد ذلك الوحش وأنه من الممكن أن يحتاجه في المستقبل. وفي السجن ذهب الحارس لإعطاء الأكل للمساجين ومنهم التوأم مولر. قام بإعطاء وجبة للأول وذهب لإعطاء الشخص الثاني لكن الفتحة الموجودة في الباب قد فتحت وقام مولر بإمساكه وأفقده الوعي. خرج بعدها وحرر أخاه. أتى بعدها الحراس لكي يتصدوا لهم لكن الباب قفل عليهم ونزل هنالك السلم لخروج التوأم لأن هنالك شخصا في غرفة التحكم كان يساعدهم. خرجوا بعدها ليجدوا أنفسهم في وسط الصحراء وأمامهم جهاز. واحد من التوأم قام بإمساك أخيه وقام بوضعه أمام الطلقة التي أصابته وفي الأخير عمله كدرع وقام بتدمير السلاح وهرب. ويظهر بأن الشخص الذي كان يساعدهم هو روبوت. وفي الليل ذهب المحقق ديميان دارك بلود عند زوجة أومنيمان. أخبرها بأن 7 أبطال قد ماتوا وبقي شخص واحد هو زوجها أومنيمان وأنه يتمنى أن تعرف الحقيقة. سألها هل أخبرها زوجها بالشيء أو لمح لها. قالت له لا ورحل بعدها ديميان دارك بلود قبل أن يصل أومنيمان. ذهب أومنيمان لمكتب ديميان دارك بلود. أخبره أنه أتى إلى منزله بدون إذن منه وأنه من الممكن أن يقتله في أي تيتانيا. سأله هل سيقتله كما قتل أصدقائه. أجابه أومنيمان بأنه الشيطان وأنه من الممكن أنه هو من قتلهم. تركه بعدها أومنيمان ورحل. وجد مولر مخزنا كبيرا وضع فيه أدواته وبدأ في عملية جديدة وهي أن ينسخ نفسه مرة أخرى لكي يعود النسخة التي ماتت. وصلت فرقة روبوت لمقر أبطال المجرة لكي يكونوا هم الفرقة الجديدة. قام روبوت بلمس كتف ريكس وغرس فيه إبرة لكي يأخذ منه قليلا من الدم. وصل سيسل لبيت أومنيمان. أخبره أن وكالة ناسا سوف تبعث حملة فيها 4 أشخاص إلى كوكب المريخ وهذا حدث كبير وأنه يريد من أومنيمان أن يذهب معهم لكي يحميهم لكنه رفض وأخبره أن هذا مضيعة للوقت. وافق مارك على المهمة بدل والده. كانت المهمة ستأخذ 2 أسابيع وذهب مارك لتودعي إمبر. أخبرها بأنه ذاهب مع جمعية خيرية إلى أحد الدول وأنه سيعود بعد 2 أسابيع. بدأ مارك رحلته إلى كوكب المريخ وبعد زيارة ديميا لزوجة أومنيمان بدأت علاقتهم في التوتر وقرروا أن يستغلوا العطلة ويذهبوا لكي يستكشفوا العالم. اتجه ديميان دارك بلود إلى بيت أومنيمان وبدأ يبحث عن أي دليل لكنه وجد أمامه سيسل ورجاله. قال له بأنه مقبوض عليه بتهمة قتل الأبطال لكنه أخبره بأنه لم يقتل أي أحد. أجابه سيسل بأنه يعرف لكنه لم يترك له أي خيار لأنه أخبره بأن يبتعد عن طريق أومنيمان. قام بوضعه في دائرة وأخرج كتاب التحضير وأعاده مرة أخرى إلى عالمه الذي أتى منه. وصل مارك لكوكب المريخ وبدأ يراقب رواد الفضاء من بعيد لكنه نام بعدها. وعندما استيقظ وجد بأنهم قد اختفوا وبدأ يبحث عنهم في كل مكان حتى وجد هنالك فتحة تحت الأرض. وعندما قام بفتحها خرجت منها كائنات طفيلية والتفت حوله. حاولت أن تدخل لبدلته لكنها لم تستطع ذلك. وخرج بعدها سكان المريخ وقالوا له أن تلك الطفيليات لم تؤثر به. وسألوا هل أولئك الأشخاص الذين يرتدون الزي الأبيض هل هم مثله؟ أخبرهم بنعم ولا. ذهبوا به عند ملكهم الذي أخبره بأن كائنات السيكويد قد وصلوا لكوكب المريخ وإذا استطاعوا السيطرة على شخص واحد فسوف يستطيعوا التحكم بكل السيكويد وسيستطيعوا بها تدمير أي كوكب. وأنهم حاولوا السيطرة عليهم لكنهم يستطيعون أن يغيروا شكلهم وذلك ما منعهم من السيطرة عليهم. سأل مارك كيف استطاع أن يقاومهم. أخبره مارك بأنه ليس بشري وأنه من كوكب فيلتروم وهل بإمكانه أن يأخذ رواد الفضاء ويرحل ولن يراه مرة أخرى. قال له الملك بأن هذا خطر وأنه لن يسمح لهم بالذهاب. أخذ مارك الرواد وهرب. صعدوا إلى السفينة وقام مارك بحملها وعادوا مرة أخرى ولكن في السفينة كان أحد رواد الفضاء مزيفا وكان من الطفيليات والشخص الأصلي كان في المريخ وكان تحت سيطرة الطفيليات وبدأ في مهاجمة سكان المريخ. وصل رواد الفضاء لكوكب الأرض. ذهب روبوت عند أحد الأشخاص لكي يريه عينة من الدم التي سرقها. أخبره أنهم قد اقتربوا من تحقيق أحلامهم.
بعد أن نشاهد الرجل الصخري الذي يدعى تشايتن، والذي كان رجل عصابات، كان يسرق ويقتل ويفعل أي شيء، وكان أيضا يحرق بيوت الناس، وكان في نفس الوقت شخصا طيبا ويساعد الفقراء. وفي آخر مهمة له قام باختراق أحد المختبرات وسرق منه الشريحة. وصل رجال الأمن لإيقافه، لكن تشايتن أخبرهم أنهم إذا قتلوه فسوف يموتون، أو بإمكانهم إطلاق الرصاص في الهواء وأن يقولوا بأن الرصاص لا يؤثر به. قام رجال الأمن بإطلاق الرصاص على السقف، وذهب تشايتن ليعطي الشريحة لرئيسه الذي يدعى بماشين هيد. أخبره بأنه قد انتهوا وأنه لن يشتغل عنده مرة أخرى، لكن ماشين هيد قال له أنه يعرف مكان عائلته، وإذا لم ينفذ أوامره فسوف يذهب لقتلهم. كان مارك يتدرب على يد أوني مان لكي يزيد من قوته، لدرجة أنه استطاع إيقاف نيزك، وكان عمله يؤثر على علاقته مع إمبر التي أخبرته أن لديه فرصة واحدة فقط، وإذا لم يشبش بأنه مهتم بها فسوف تنفصل عنه. دخلت بعدها ديبي إلى غرفة الملابس ووجدت هنالك مذكرة صغيرة التي تركها المحقق ديميان دارك بلود. قامت بفتحها ووجدت بأن كل الخيوط تؤدي إلى شيء واحد، وهي البدلة الخاصة بأومني مان. تشايتن قام بكتابة اسم انفنسبول على السطح، رأها مارك ونزل عنده. أخبره بأنه يتذكره لأنه حاربه قبل مدة. قال له بأن اسمه تشايتن وأنه يريده أن يهزم رئيسه والذي يدعى بماشين هيد، لكن مارك أخبره أنه لم يسمع به. قال له تشايتن بأنه لن يعرفه لأنه شخص غني، وأن ماشين هيد هو الذي يتحكم في المدينة وكل شيء ممنوع لديه يد فيه. أخبره مارك أن له علاقة بالأشياء العامة مثل إيقاف النيزك ومحاربة الفضائيين، ويجب أن يتحدث مع فرقة فايت فورس لأنها ستساعده. أخبره تشايتن أنه سيظل في الأعلى وسيترك الناس في الأسفل. أخبره بأن ينزل لكي يريه ماذا يفعل ماشين هيد. أراه أن ماشين هيد ينقل المخدرات في صناديق القمامة لأنه من الأساس صاحب شركة الأزبال، ولديه منازل يقوم بإحراقها لكي يأخذ مال التأمين، وإذا كان هنالك شخص داخل الشقة فسوف يموت. أراه ماشين هيد، ولكن المشكلة أن معه مساعده الذي يدعى آيستوب الذي يستطيع الانتقال لأي مكان ويجب أن يبعدوه عنه. كان تشايتن يشتغل مع ماشين هيد في الأساس لكي يقترض منه المال لعلاج ابنته. عاد مارك عند أومني مان وأخبره بالقصة، لكنه قال له أنه من فيلتروم ويجب أن ينقذ العالم وليس بعض المجرمين لأنهم ليسوا من مقامه. أخبرش والدته بأنه لا يوجد هنالك مقام في إنقاذ الناس، وقرر بعد ذلك مارك أن يساعد تشايتن. وبعد المدرسة عزمته إمبر هو وإيف لكي يذهب معها لحفل خيري، وأخبرته أن هذه آخر فرصة له. التقى مارك بتشايتن الذي أخبره أن ماشين هيد يوجد في الطابق 60، وقام تشايتن بإعطاء المال لبعض الفتيات لكي يقوم بإشغال آيستوب حتى ينتهوا من المهمة. اقتحموا بعدها المكتب ووصلوا عند ماشين هيد، لكن ماشين هيد أخبرهم أنه كان يعرف بأنهم سيأتون وأنه يعرف بكل شيء. ظهر بعدها آيستوب ومعه 5 من الأشرار. ذهبت إيف عند إمبر، لكن مارك تأخر في الوصول عندهم كالعادة. كان مارك وتشايتن يواجهان الأشرار لكنهم لم يستطيعوا التغلب عليهم، حتى قام أحد الأشخاص بحرق تشايتن. فقد مارك أعصابه وخرج قوته وبدأ بضرب الأشرار، حتى قام أحد الأشخاص بإمساك مارك وألصقه مع الأرض وقال له أنه ليس قويا وقام بضربه. بدأ بقية الأشرار بضرب تشايتن. اقتحم بعدها أبطال المجرة المقر لكي يساعدوا مارك. استطاعوا هزيمة الأشرار وبقي الأسد فقط، لكنه استطاع هزيمتهم. قال لهم بأنه أتى إلى هنا لأنهم أخبروه أن هنالك خصوما أقوياء، لكنه مع الأسف لم يجدهم. توجه عند مارك لكي يقتله. نهض بلاك سامسون لكي يدافع عنه، لكن بدلته قد تضررت وقام الأسد بضرب مارك بسلاحه. قام بلاك سامسون بمهاجمته بدون البدلة، لكن الأسد قام بتحطيم دراعه وألصقه مع الحائط. تدخلت مونستر جور لإنقاذهم، لكن الأسد قام بضربها وأمسك الصخرتين وألصقهم مع رأسها. قام روبوت بمهاجمة الأسد الذي لم يتضرر، واتجه أبطال المجرة لمحاربة الأشرار وقاموا بهزيمتهم. أخبرهم الأسد بأنهم لا يستحقون أن يحاربهم ولا يوجد شرف في قتل الحشرات. انسحب بعدها. نظر ماشين هيد بجانبه ولم يجد آيستوب، وقام أبطال المجرة بالقبض عليه. وصل بعدها سيسل ورجاله وقاموا بالقبض على كل الأشرار. أخذ مارك والبقية لكي يتعالجوا، وآخر شيء رآه مارك هو أومني مان الذي كان يشاهد من بعيد. أتى اتصال لإيف وأخبرت إمبر أن مارك عمل حادثة ولن يستطيع أن يأتي. وفي الليل دخل تشايتن وآيستوب إلى مقر ماشين هيد الذي أخبره بأنه لم يكذب على مارك وأنه يريد أن تتحسن المدينة لأنه سيجعلها أفضل تحت إدارته وسيكون هو الزعيم. وكل الأبطال المصابين ذهبوا للمستشفى، وخصوصا مونستر جول التي كانت
حالتها حرجة. دخل روبوش وقال أنه يستطيع أن يعالجها، وساعد بعد ذلك الدكاترة. قاموا بعدها بعملية جراحية لمارك لكي يعالجوا بطنه التي انفجرت. وبعد أسبوع كامل استيقظ مارك. ذهب مارك مع أصدقائه للجامعة وتعرفوا على ريك. جلسوا في محاضرة الأحياء وكان فيها طالب يدعى بسينكلر. أخبرهم بأن الجسم البشري فيه عجز ولكن نعوده نحتاج للتكنولوجيا. قام الدكتور بطرده خارج المحاضرة. خرج بعدها مارك وأصدقائه، ولأول مرة كان سعيدا وقرر أن يدخل الجامعة مع إمبر وأن يعيش كإنسان طبيعي. لكن بعدها حدث انفجار وخرج رجل نصفه آلي وقام بمهاجمة الناس، لكن إمبر ساعدت الجرحى. قام الآلي بإمساك ويليام صديق مارك. نظرت إمبر حولها ولم تجد مارك. ظهر بعدها إنفينسيبل. قام بمهاجمة الآلي لكن ويليام نظر إلى إنفينسيبل وعرف بأنه مارك. قام مارك بضرب الآلي مع الأرض لكنه لم يتأثر. وبعدها قام بضرب مارك. أمسك مارك قناعه وقام بإزالته. صدم الآلي وبدأ يمشي حتى وصل للنافورة. رأى شكله الحقيقي وبعدها رمى نفسه على الساعة وانتحر. ظهر مارك مرة أخرى بشكله العادي. أخبر شو إمبر أنه شخص جبان لأنه تركهم وهرب وأنها لا تريد رؤيته مرة أخرى. ظهر بعدها سينكلر وقال أن كل هذا حصل لأنه تركه لمدة ساعات فقط، وأن هذه آخر مرة سيشرك فيها الفصل سليما. رأى ريك أمامه وقال أن هذا هو فريسته القادمة. قامت إمبر بطرد مارك وجلس في الصالة مع ويليام الذي أخبره بأنه يعرف بأنه إنفينسيبل. وفي الوقت الذي ذهبت فيه إمبر لحضور حفلة كان ويليام يتحدث مع ريك، لكن المكالمة قد فصلت. ذهب ليخبر مارك الذي قال له أنه سيذهب لمقابلة إمبر وإذا حصل شيء خطير فليتصل به. ذهب ووجد بأن إمبر تقف مع أحد الأشخاص. أتى لمارك اتصال من ويليام الذي بدأ يصرخ وفصلت بعدها المكالمة. ذهب مارك للجامعة ووجد أثار أقدامه تؤدي للمجاري. ذهب وراءها ولكن هاجمه ثلاثة من الآليين الذين سحبوه للمكان الذي يوجد فيه ويليام. وكان أمامه سينكلر. أخبره بأنه قد رأى المعركة الأخيرة وأنه عدل على تلك الروبوتات، وظهر بأن واحدا منهم هو ريك. قامت الروبوتات بإمساك مارك وضربه. تحدث ويليام مع ريك وأخبره أن يتذكر الأيام التي كان فيها مع بعض. تذكر ريك تلك الأيام وعاد له جزء من وعيه وقام بتدمير الرجال الآليين الذين كانوا معه. قام مارك بضرب سينكلر وحطم فكه. جاء سيسر وقام بالقبض على سينكلر والآليين الذين كانوا معه. ذهب مارك لكي يتصالح مع إمبر لكنها رفضت أن تحدثه. ذهب عندها بالبدلة وأخبرها بأن هذا هو السبب في تأخره وأنه بطل خارق وينقذ الناس. أخبرته بأنها تعرف بذلك لأنها ليست غبية، لكنه لم يثق بها ولم يخبرها، لذلك ستنفصل عنه. بعد ذلك نشاهد مولر الذي نجح في صنع نسخة عن نفسه وعاد مرة أخرى من جديد. دخل عليه روبوت. قامت توأم مولر بمهاشمته لكنه أخبرهم أنه قد أتى لمصلحة مشتركة. قال لهم بأنه هو الشخص الذي أخرجهم من السجن وأنه يريد أن يصنعوا له نسخة من نفسه في مقابل أنه سيمنحهم سلاحا قويا. قاموا بصنع نسخة عنه وأعطاهم الدماء التي أخذها من ريكس وديبي. عندما رأت مذكرة ديميان دارك بلود قامت بالبحث عن بدلة أومني مان حتى وجدتها في الأخير وكان يخبئها فوق الدولاب. أخذتها وذهبت بها عند الخياط في الوقت الذي رأى فيه أومني مان الكيس وعرف بأن البدلة قد اختفت. رأى بأن زوجته قد ذهبت عند الخياط. أعطته ديبي البدلة وبدأ في تحليلها. اكتشف عليها الحمض النووي الخاص بريد رش. وإمورتل. سألته هل من الممكن أنهم هم من هاجموه، وعندما رأى أثار الدم وجد بأن أول دم موجود هو دم ريد رش، وهذا يعني بأن أومني مان هو من هاجم أولا. أخبرته ديبي بأن لا يخبر شخصا بذلك. عادت بعدها ديبي للبيت وكان أومني مان وراءها. سألته لماذا فعل ذلك ولماذا قتلهم لأنهم كانوا أصدقائه. قال لها أومني مان بأنه لا يستطيع إخبارها بشيء. رمت عليه البدلة وأمرته بأن لا يأتي إلى هنا مرة أخرى. ظهر مساعد سيسل مع رجاله وأخذوا ديبي للمقر. كان هنالك مجموعة من الشباب يحفرون قبر إمورتل وظهر وراءهم التوأم مولر. ضربوهم وأخذوا الجثة. خرج جميع الأبطال من المستشفى وعملوا احتفالا لمونستر جور في الوقت الذي كان روبوت بجسمه الحقيقي عند التوأم مولر. أخبرهم بأنه يريد أن ينقل ذكرياته لتلك النسخة التي معه. قاموا بوضع الجسم بالقرب من النسخة وبدأوا في العملية التي نجحت، لكن جسمه الحقيقي قد مات. قال التوأم مولر أنهم عملوا الاتفاق ويجب أن يعطيهم السلاح الذي وعدهم به. أخبرهم بأنهم سيعودون للسجن الآن. استدعى بعد ذلك اثنين من الروبوت لكن تم هزيمتهم بسهولة. قام بعدها بتحويل السيارة إلى روبوت ضخم. بعدها ديبي قابلت سيسل. أخبرته بأن أومني مان هو من عمل كل شيء. قال لها بأنه يعرف بذلك لكنهم لا يستطيعون عمل شيء إلا
له، ومن الممكن أن هنالك شخصا واحدا من الممكن أن يعمل الشيء وهو مارك. عاد أومنيما للمنزل وأحس بأن هنالك شخصا ما موجود. أمسك أحد الأشخاص الذي كان جنديا متخفيا وقام بسحق دماغه. بدأ باقي الجنود في إطلاق النار عليه لكنها لم تكن تؤثر عليه. بدأ في قتلهم الواحد تلو الآخر ودخل للبيش الذي كان أمامه. وجد هنالك مساعد سيسل، أخبر الجميع بأن يهربوا وحاول أن يهربوا أيضا، لكن أومنيما أمسكه من عموده الفقري وقام بسحقه. لم يكن أمامه حل سوى تفجير البيج، وذلك لم يؤثر بأومنيما الذي ذهب وبدأ يبحث عن شيء واحد وهو ابنه مارك. أتى اتصال لكل أبطال المجرة بأنهم يجب عليهم أن يبقوا في المقر وألا يتحركوا. عاد روبوت للمقر بشكله الجديد وشرح لهم كل ما حصل، وقد قام بفعل كل ذلك لأنه يحب مونستر جول. كان أومنيما متوجها لمكان مارك. قام سيسل بضربه بشعاع نووي لكي يقوم بإيقافه لكن ذلك لم يؤثر به. قام سيسل باستخدام سلاحه السري وهم الجنود المعدلون على يد سينكلر. قاموا بمحاصرة أومنيما واستطاعوا إيقافه لكنه في الأخير دمرهم الواحد تلو الآخر وحطم أجسادهم. قال سيسل بأنه لم يكن يريد أن يستخدمه لكن لا يوجد حل آخر. ظهر أمامه الوحش الذي حاربه أومنيما وهزمه بصعوبة. قاموا بإعطائه منشطات ومقويات لكي يستطيع هزيمة أومنيما. أتت بعد ذلك محطات التلفزيون وقامت بإيداع الأمر وبدأ الوحش بضرب أومنيما. رأى مارك ما يحصل وبدأ في مساعدة والده لكن الوحش أمسكهما معا وحاول تدميرهما. وعندما غادر روبوت بالتوأم مولر قاموا بجلب جثة إيمورتل وعالجوه لكي يعيده ويسيطروا عليه لأن اسمه إيمورتل أو الخالد. استيقظ بعد إيمورتل وكان يفكر في أومنيما. تملكه الغضب ودمر الأجهزة التي كانت في رقبته وطار في اتجاه أومنيما الذي كان هو ابنه يحاربان الوحش. قام إيمورتل بمهاجمة أومنيما بكل قوته وسأله لماذا فعل ذلك. أخبره أومنيما أنه قتله مرة ويجب أن يبقى ميتا. ضعف غضب إيمورتل من قوته وقام بعدها الوحش بإمساك مارك لكن مارك استطاع أن يصل لأسلاك الكهرباء. أمسكها وضرب بها الوحش الذي فقد الوعي من شدة الصدمة. كان أومنيما يحارب إيمورتل واستطاع أن يخترق بطنه لكن إيمورتل وضع أصابعه في عينيه وحاول أن يفقعهما. قام أومنيما بقطع جسده إلى نصفين ومات مرة أخرى. تساءل مارك عما يحصل. أخبره أومنيما أنه يريد أن يخبره بشيء ما. سأله هل يتذكر الكلام الذي أخبره عن كوكب فيلتروم وأن ذلك كان مجرد كذب. أخبره أن كوكب فيلتروم لكي يصل لقوته حصلت فيه مذبحة ولم يظل هناك سوى الأقوياء الذين بدأوا في غزو الكواكب وضمهم لهم ومن يقاومهم يموت. استطاعوا ضم آلاف الكواكب لكنهم بعد ذلك توقفوا وفكروا في طريقة لكي يغزو كواكب أبعد حتى أتتهم فكرة وإرسال أحدهم إلى كوكب لكي يعيش هناك ويقتل جميع الشخصيات القوية التي من الممكن أن تشكل تهديدا وبعدها سيكون الغزو سهلا. وتم اختياره لكوكب الأرض وقد عاش هنالك لمدة 20 سنة وقابل ديبي لكنه لم يستطع إخبارها وخلاياهم تعيش لآلاف السنين. وسيجد مارك كل أصدقائه وأحبائه يموتون أمامه في حين أنه لم يصل للسن 30 بعد. أخبره بأنه يحب والدته لكنه يحبها كحيوان الأليف. تعصب مارك وقام بمهاجمة والده لكن أومنيما ضربه وأسقطه للأرض. أخبره بأنه لن يستطيع إيقافه. قام بإمساكه ورماه في الهواء. قال له مارك بأن يتوقف لأنه لم يفوت الأوان بعد لكن أومنيما أخبره بأن هذه هي الطريقة الوحيدة. وصلت الطائرات وقامت بمهاجمة أومنيما لكنها لم تؤثر به وبدأ في مهاجمتهم. قام بشدمير إحداهم وتدخل مارك لإنقاذ الطيار لكن أومنيما قام بإمساك الطيار وحطم رأسه وبدأ بعدها في قتل أولئك الطيارين. أخبره مارك بأن يتوقف لكن أومنيما أخبره أن موت شخص واحد فقط قد أحزنه وقام بضرب مارك على وجهه وأرسله في اتجاه المدينة. قام بشدمير أكبر برج فيها وخلف وراءه آلاف الجثث. حاول مارك أن ينقذ القليل منهم لكنه لم يستطع ذلك. أتى أومنيما ليخبره أنه من الممكن أن يقتلهم بكل سهولة وأن فيلتروم هي الحل وأنها هي من ستحميهم وستعطيهم القوة لكن مارك أخبره بأن هذا كذب وقام بمهاجمة والده الذي قال له بأن هذه هي المرة الوحيدة التي أخبره بالحقيقة. ضربه وأنزله لمحطة المترو. قال له بأن هذه المرة سوف يتعلم. أمسكه ووضعه أمام المترو الذي أتى بكل سرعته. صدم بمارك وأومنيما وتحطم وكل الناس تحولوا لأشلاء طارت في كل مكان. بدأ مارك في البكاء لكن أومنيما أخبره أنه لم يتعلم بعد. قام بأخذه وطار للسماء. أخبره بأنه سينفذ مهمته وأنه مستعد لحرق الكوكب ولن يعيش مرة أخرى مع هذه الكائنات. أمسك مارك وأرسله ناحية الجبل حتى قال له مارك في الأخير ماذا لو قاومت الأرض. أخبره أومنيما أنه لن تكون هنالك مقاومة
لأنه قضى عليهم جميعا. أخبره مارك أنه سيقف أمامهم. قال له أومني مان فليكن، لأنه أضاع 17 سنة لكي يربيه وسيقتله الآن وسيلد غيره. بدأ يضربه بدون أي شيء رحمة، لكنه تذكر ذكريات الطفولة مع مارك عندما كان صغيرا. بدأ يده في الارتعاش ولم يستطع إكمال ضربه. أخبره بأنه من جعله يعمل ذلك ويجب عليه أن يفكر في المستقبل وماذا سيرى بعد 500 سنة. قال له مارك أنت يا أبي. لم يستطع أومني مان أن يجيبه وطار بعدها في اتجاه الفضاء ورحل. اتجه أبطال المجرة لمساعدة الضحايا وتم القبض على التوأم مولر. وبعد الانفجار الذي حصل مع مساعد سيسل تم الإعلان عن وفاة أومني مان في ذلك الانفجار. دخل مارك بعدها للمستشفى لمدة أسبوعين وخرج بعدها. زارته إمبر وعاد لبعضهما البعض. لم تصدق ديبي ما حصل مع أومني مان وكانت كل يوم تبكي عليه. أتى بعدها اتصال لمارك بشأن تهديد ما قادم في الطريق. ذهب بعدها والتقى بضابط الفضاء. قال له بأنه نسي أن يقول له أنه عندما عاد للمركز أبلغه أن كوكب الأرض فيه واحد من الفيتروم ويجب أن يحضروا منه. لكن مارك أخبره أنه قد تأخر وأخبره بكل القصة. قال له الضابط بأنه من الصعب أن يستسلم أحد الفيتروم وأنه بالتأكيد سيعود مرة أخرى. وتحالف الفضاء غرضه الحالي هو مقاومة إمبراطورية فيتروم وغالبا سيحتاجون مساعدته في المستقبل. وكان كل الأشرار يقومون بتحضير أنفسهم وينتهي بعدها الموسم الأول.